فماشي يعني خلينا نقول ومسكوا في بعض وحط مش عارف ايه وعمل ايه وافلام افلام والسيف طلع والخنجر طلع كلام غريب جدا الحقيقه. ولكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم انا دايما بحاول ان انا اشرح لحضراتكم او اقول لحضراتكم وجهات النظر اللي بتحصل او الكلام اللي بيحصل والتاليف اللي بيحصل. التاليف اللي بيحصل لان انا متاكد انه كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما خطا هذا الموضوع ويعلم تماما تاليف هذا الموضوع ويعلم تماما ان كل اللي بيحصل ده اقسم بالله العظيم كره القدم فيها ثلاث حاجات، فيها مكسب وخساره وتعادل. محدش بيكسب على طول، انا بقول ده الكلام ده لمين؟ للناس اللي عماله تخبط، ما تخافوش، والله ما تخافوا. وانا لا اقصد نادي بعيد، وانا بتكلم بشكل عام. لان في ناس ما بتشجعش وما بتحبش النادي الاهلي. فانا بقول لهم اللي حضراتكم بتعملوه ده احنا بنضحك عليه. اللي حضراتكم بتعملوه ده والله احنا بنضحك عليه. وبنحاول نجيبه بطريقه ساخره. كل ده ما تخافوش، كرة القدم فيها ممكن تلعب ماتش كويس قوي ولا قدر الله تتغلب، هي دي الكورة بالمناسبة، وهو ده اللي اتعلمناه ان احنا بنبذل اقصى مجهود. يعني زي ما الجمل اللي بتتقال ايه يقول لك ايه؟ اصل الاهلي محظوظ، ايوه الاهلي محظوظ وانا بقول دايما ان الاهلي محظوظ، ولكن الحظ لا ياتي الا لكل مجتهد. النادي الاهلي بيجتهد فبيجي له حظ، ربنا بيبعت له كرم من عنده عشان عارف ان الناس دي مجتهدة. وبعدين النادي الاهلي طبعا محظوظ، محظوظ بجماهيره، محظوظ بلاعبته، محظوظ بمجلس ادارته، محظوظ بكل المسؤولين اللي موجودين في النادي الاهلي، برموزه منذ 1907 وحتى الان. هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي